واحد بيقول في حالة وجود مشاكل لدى الزوجة خاصة بالإنجاب مع عدم نجاح محاولة أطفال الأنابيب التي سبق أن أجسموها قدر صدقه، فهل يصبح شراء بويضات صالحة من سيدة أخرى غير الزوجة أمر مسموح به دينيا؟ أبدا مش ممكن. الرجل ليس من حقه أن يخصب بويضة إلا من زوجته التي تربطه بها رابطة شرعية كنسية أمام الله والناس. لو جاب بويضة من امرأة أخرى يبقى عملية زنا، لو جاب بويضة من امرأة أخرى تبقى عملية زنا. كذلك لو المرأة جابت حيوان منوي من رجل آخر تعتبر خطية زنا. لا يجوز في عمليات الإخصاب دي إلا حيوان منوي من رجل متزوج وبويضة من زوجته الشرعية، غير كده لا، غير كده لا. حتى لو تم هذا الموضوع هتقعد مراتك تشعر ان الولد ده مش ابنها، وتبقى هي مرات ابوه. وانا ما اعرفش في الحالة دي لما تطلع له شهادة ميلاد تكتب اسم الام مين، ايه اسم الام؟ افهم بقى.